كمان موجودة في معسكر التربية الإعلامية والمعلوماتية في بيت شباب جرش. طبعا استفدنا من المعسكر كثير معلومات واكتشفنا عن مفاهيم جديدة، منها التضليل الإعلامي، منها الخبر الغير صحيح وصور مفبركة وكيفية الكشف عنها، وكيف يتم التعامل أو معرفة مصدر الخبر الصحيح من الخبر الكاذب، وكيفية كشف الصور المفبركة والمعايير التي تستند إليها الصور المفبركة. المعسكر جدا جميل، استفدنا منه فائدة إنه نتعرف على أشخاص جداد ونتعرف على معلومات جديدة، على مفاهيم جديدة في الحياة. تحدثنا في ورشة النزاهة عن الهيئة، مما تتكون الهيئة وكم عدد الموظفين فيها، وما هو المخطط أو الاستراتيجيات اللي ماشيين عليها حاليا ومستقبلا، وما الإنجازات التي حققوها. تعمق فكري فيها وأثار عندي كثير من الأسئلة اللي قدروا يجاوبوني عليها. الأساسيات الأخرى اللي تعلمناها، أهمية عمل الهيئة بالنسبة للمواطن وتوعية المواطن على ما تعمله الهيئة في الوقت الحاضر وفي المستقبل. وأنا كشابة بنصح جميع الشباب اللي من عمري واللي أكبر من عمري إنهم يشاركوا في هيك معسكرات لحتى يكون في عندهم فائدة جدا كبيرة، يتعرفوا على ناس جداد، يتعرفوا على معلومات جديدة، مفاهيم جديدة ما رح نلاقيها في أي مكان.